التجربة القادمة انتو حمامة السلام اللي راح نحارب فيها النمور السوداء. لا تخلون الناس تاكل ويهنا. انا فكرت وايد في الموضوع، اكتشفت ان ما في قدامنا الا حل واحد، التدريب الليلي والمكثف النهاري. علشان كذي لازم تستحملون التدريب هذا. منو عنده سؤال؟ شنو حكمة من شيلك الماي هذا؟ ها؟ شايل شنو من حرب بالماي؟ ناس يهاجمون بالسلاح واحنا شيلة هذا الماي شنو؟ شو الحكمة؟ اي شو الحكمة؟ اي شو الحكمة؟ شو الحكمة؟ شو الحكمة؟ تعال شوية مني جلال، عندنا شوية عشان الكاميرا. ايش الحكمة؟ ايش الحكمة؟ من الصبر اللي يعيش الماي جلالك. بتعلم كاراتيه ودي اتعلم كاراتيه ودي. ايه ماي شيل ماي شيل ودي ماي شنو هذا؟ انا بروح مع الاباشي. انا ما عندي جسم ولا عندي حدين ولا قاعد اشيلكم ماي وقاعد اخليكم تبنون لي اغراضي وقاعد اقف عليكم وقاعد اعلمكم. انا هني خب اعلم، انا هني قتال انا قاعد اعلم العيال خل قتل وعبيل ماستر. في واحد بالمدرسه اللي هناك دحدح ابي يدوس بطنه دور بطنه على مكانه. هاي حركتنا، هاي حركتنا، حركه النبل 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 ابد. انا اعلم كيف راح تخاطر. يلا خلينا نتهاوى ان شاء الله. تدريب للقتال المميت رقم واحد. احمر دخان در احمر تمام خبر للدر احمر. ويا شيخ خذ لي المدرسة كلها هذه هاي. يعني يكون بارد يعني؟ بارد انت؟ انا عندك يا Ah!
دجلة. لازم لازم ديناصور. بس هذا ما في ناس. ما طلع ناس. يمكن خلص. ما عجيب.